ماذا عن هذه الزيارة ولماذا هي مهمة؟ التوقيت يلعب بالطبع دوراً كبيراً في هذا الأمر لإسرائيل. رئيس وزراء واحد فقط، هكذا جاء رد نتنياهو على بني غانتس حين أخبره قبل يوم واحد فقط من سفره لواشنطن دون التنسيق معه أو حتى إعلامه بخطة الزيارة كما يقتضي البروتوكول. خلاف بالطبع، لكنه ليس الأول العلني بين الرجلين، لكن ربما يكون هو الأخطر على اعتبار أن واشنطن دخلت على الخط وبوضوح. سياسياً، غانتس هو المنافس الرئيسي لنتنياهو والمتفوق عليها بفارق كبير في استطلاعات الرأي. طبعاً أحداث 7 أكتوبر ووجود عشرات الأسرى في غزة حتى اللحظة سبب رئيسي في هذا التراجع، لكن أيضاً يلقي الإسرائيليون باللوم على الائتلاف اليميني بالحكومة في الوصول لهذه المرحلة، كأمثال وزير الأمن القومي إتمار بن كفير ووزير المالية بتسليل سموتريتش. الغريب هو أن نتنياهو لم يعد يستطيع إرضاءهم أيضاً، فبن كفير معترض دائماً على خطط نتنياهو بشأن اتفاق الأسرى، وحتى عندما تم الحديث عن إطلاق سراح عشرات الفلسطينيين المعتقلين إدارياً قبل شهر رمضان كان بسبب اكتظاظ السجون، هكذا قالت الجهات الإسرائيلية. وصف بن كفير الخطوة بالعار وطالب نتنياهو بإطلاق سراح اللصوص الإسرائيليين بدلاً من الفلسطينيين. وحتى سموتريتش الذي تسبب بتصريحات مثيرة دائماً في أزمات لحكومة نتنياهو وصف الخطوط العريضة التي وضعها نتنياهو لصفقة الأسرى بالوهم. The fighting will continue everywhere to include Rafah area. משום שהוא מבטיח את ביטחון ישראל, ניצחון מוחלט, והדרך היחידה שבה נוכל להבטיח עוד הסכמי שלום.